ايوه يا اخي رقيتنا يا اخي بيس مالك يا اخي. انا اكون افهم يا اخي، انا اغير زيت فلتر، ارقع كفر، اغير كفر، ارصص كفر، مساعدات عكوس هذه يبغى لها صيانه بلدها، لو تشتيني اجرب اهندس لك فيها بكيفك عاد. معكم اخوكم النشم. الو السلام عليكم، هاي عم ابو حريص على موعدنا اليوم. قلت لك يا ولدي ما ابغى تعب. افا عليك يا عم ابو حريص، تعبك راحه وانا خبير البعارين العالمي. يا ولدي سيارتك تتبهذل في سوق الغنم. الحديد مو بجوها سوق الغنم، سوق الغنم ما يبي له غير النشمي. انزل بس انزل. معكم النشمي. وانا المزيونه قطع شبذه. وانا اسمي الحديده. أوه على فكره انا تيوتا من جماعتكم، وشفتوا هذه الزينه والتزبيطات وسور الحلال من الحراج ماخذينه، والله بعيد ما يقص. حياك الله يا عم ابو حريص، النشمي وصل. اركب بس اركب. اعرفك على النشمي، سياره خويي معيد. والنعم والله والنعم، ما يبيله هاي لكس بس. وهذا سوق الغنم وصلنا. يا ولدي يا خبي صبي لي راسين كذا تكون سمينه سمينه زينه. انا اشوف ان هناك اللي من هو؟ شوف 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 شوف. يلا خلنا نروح له. يلا خلف الزريبه دي، خلف الزربه 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 اللي هناك. السلام عليكم. شوف 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 بس اي وصلنا اصبر. كم الله كم كم الراس عندك؟ 27. وشو 27 حرام؟ راح راح للثاني الثاني. والله زين اللي عنده. ابو حريص صدقني الزربه الثانيه. انا اشوف انها زينه الزربه الثانيه. صدقني ادري بس الله يرحم والديك. يا امسك اظهره. 25 امسك اظهره. امسكناه امسك اظهره. مشكور يا خبيص ما قصر. الله يحفظك يا عم ابو حريص، وترى ما سوينا الا الواجب والصديق وقت الضيق. على ما النجم قاعد يكحكح كذيا. ايه لا ما عليك، وعكه بسيطه النجم بيجملها معنا. طيب كيف ترجع الخويه كذا؟ شويه تفتفه نوديها للخنبيده، يدعك لنا البواجب البنزين وتزبط. لو انا منك يا ولدي اوديها الصيانه وتجمل مع رجال. والله انها فكره ممتازه. هلا بالعيال، هذا اللي يقولوا لها الصيانه حق اولاد العز. صلح يا شيخ صلح، استر ما واجهت، ترى ما عرفنا غير البناشي. قطع جديد وصليه وصيانه حق بلدها. وش ذا الدلع يا ولد؟ وكمون غسيل وتشحيل وداعا لريحه البعارين. كاني طالع البارح من المعرض. سيارة من ذي؟ والله ما عرفتها. هذا النشمي يا معيط، تجمل معنا وقلنا نقوم بالواجب. تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. عاد ترى لا تفوتكم الحلقة الماضية، عاد سبسكرايب هنية واللايكات هنية، وأبغى شير يكون